السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بشار وتندوف لنقف على العملية نتاع الخط سلك الحديدية الغربي ليصل إلى مناجم غار جبيلات، إذا مناجم الحديد بغار جبيلات. والآن العملية نتاع الإنجاز تدخل في المراحل القصوى نتاعها وتيرة القصوى بوصول هذه الأعداد الكبيرة من معدات ثقيلة إلى ولاية بشار وتندوف اللي يعني التسريع في وتيرة الإنجاز لهذا المشروع المتكامل والمدمج الهام جدا في مستقبل الجزائر وكذلك يعني على مستوى ولاية بشار في المشروع الضخم لمنشآت صناعية. إذن خليكم هذا تتابعوا هذا الفيديو بدون ذكاء اصطناعي ونترككم تتابعون والسلام عليكم.